والتوكيلات التجارية والاستيراد. شركة أبو العلا من الشركات الرائدة في مجال التوريدات العمومية لماكينات اللحام والمعدات الصناعية بجميع أنواعها، الجديد منها ووارد الخارج. وقد اكتسبت الشركة خبرة فائقة في مجال التصنيع الهندسي لمصانع الأدوية والأغذية ومستحضرات التجميل والبترول، فهي تعمل بكد وحرفية حتى تصل إلى أهدافها، متماشية في ذلك مع التطور والتقدم العصري في التكنولوجيا، ومعتمدة على المعايير والمقاييس الدولية في توفير الوقت والجهد لعمل المواصفات، وتفوقت على كل منافسيها في مجال التوريدات العمومية والصناعات الهندسية، وأصبحت من الشركات الرائدة في مجالها، مما أهلها للعمل مع كبرى الشركات المصرية والقطاعات الحكومية. المركز الرئيسي للشركة والمصنع والإدارة في مدينة العاشر من رمضان، مول الحجاز، كما يوجد العديد من الفروع والمعارض، منها اليوب، سوق الفتاح العليم، الدائري، مؤسسة الزكاة وغيرها في أكتوبر، وبرج العرب وبالبيس. لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام الظاهرة على الشاشة، أو زوروا موقعنا على الإنترنت www.abolailagroup.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفرحانين ومزقططين. بس بيقولوا الكلام لو ما كانش الكلام بيدي معنى يبقى بلاش منه، ولو كانت الصداقة ما فيهاش صدق يبقى بلاها صداقة، ولو كانت المعاني والقراءة بدون منطق يبقى بلاها قراءة. تيجي على العيال النهاردة تسألهم وتقول لهم، يفاجئوك بيه بقى؟ يا حبيبي تعالى، انت عايز تطلع ايه؟ يقولك انا عايز اطلع حمو بيكا. طب تسأل التاني يقول لك أنا عايز أبقى رامبر ون، وتسأل التالت يقول لك أنا عايز أبقى شاكوش. تقول له ليه؟ يقول لك أصل ده معاه عربية، والتاني عايش في فيلا. دي مشكلة، أنا مش عايز أسرح منكم، دي بقت مصيبة مش مشكلة. نفوق شوية ونعرف الفرق ونفهم الناس. بس خلي بالكم، في البرنامج بتاعنا أنا قلت لكم وبعيد الكلام، قلت أنا مش معه ومش ضد، ومش مع حد على حد، ومش مع حد ضد حد. إحنا بنجيب جميع الآراء. يمكن لو ضمنا الشباب ده اللي طالع بيقول مهرجانات وقننا الكلمات الموضوع يتغير، لان انا فوجئت، وسامحوني، ان في ناس بتسمع المهرجانات، ناس كتير قوي. ما هو مش ممكن يكون المشاهدات دي اللي جايبه 100 مليون
و150 مليون و200 مليون ما بتتشافش. لا دي حقايق. بس انا هقول لكم على حاجه هنظبط بيها المواضيع شويه. قعدت ابحث واقول هي السينما المصريه بتاعتنا دي بقت سينما مصريه ازاي؟ كان عندنا فيها ناس ممثلين عظماء؟ كان في اصحاب هدف ورساله. اصحاب هدف ورساله. يا ريت استاذنا المخرج يحضر لنا الفيديو بتاع الاستاذ حسين صدقي عشان اوريكم فن، اوريكم كلام بيتقال في افلام. ما هو الرساله في الفن عظيمه. ليه؟ هقول لك ليه، هتفهمني بسرعه. النهارده الفيلم بيجسد لك شخصيه مثلا القائد العظيم خالد بن الوليد، فتتاثر. نسمع كده الفيديو. الاستاذ حسين صدقي في المشاهد اللي احنا شايفينها دي بيقول ايه؟ بيجيب حديث. هتبص معايا هتلاقي عاملين مندبه على واحد توفى رحمه الله عليه. ماشي مفيش مشاكل. دخل بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم يا جماعه ده انتوا تقروا له الفاتحه بدل ما يحاول يخففها وتترحموا عليه. عاوز هتروح فطيس كده؟ اظن عاوزنا نقعد نفطر. هو ده الكلام اللي ينفع الناس؟ انت لازم جرى لعقلك حاجه. في رساله ثانيه في نفس المشاهد دي بيتكلم الاستاذ حسين صدقي يا حفره عليها، فبيقول لما الممثله بتساله هنا بتقول له ايه؟ يعني انتوا ازاي تتجوزوا واحده في ازاي تتجوزوا اربعه في الاسلام واحنا بنتجوز واحده بس فبيرد عليها بيقول لها ايه؟ بيقول لها ده كلام ربنا هو اللي انزله عشان يسد الغرائز عند الرجال. يبقى مسموح للرجل في الاسلام يتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه، ده كلام ربنا ما نقدرش نخالفه. دي رساله هادفه، كلام بيوثقه بايه؟ بالاحاديث والايات. ايه ده؟ الفنان كان زمان دارس. حسين صدقي ده كان من اسره متدينه. حسين صدقي ده كانت الناس بتشوفه وتحترمه وبقى نائب برلمان وكان بيواجه الحكومه. لكن لو هو كان حمو بيكا وشاكوش لا يمكن يبقى نائب في البرلمان، محدش هيديله صوته. عارف ليه بقى نائب في البرلمان؟ واستقال على فكره. حسين صدقي ده استقال من منصبه كنائب في البرلمان. هو فاز ازاي الراجل ده؟ فاز لانه كان صاحب رساله. في كل كلامه يقول لك الفن رساله. خد المفاجاه اللي انت ما تعرفهاش، الشيخ عبد الحليم محمود الشيخ الازهر هو اللي غسل جثمان حسين صدقي. ايه ده؟ الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الازهر الجليل العلم اللي ادى امر بالاشاره للرئيس السادات وقال له توكل على الله فان الله معنا والنصر لينا في 73. ده الشيخ مين؟ عبد الحليم محمود رحمه الله عليه، امام الازهر الشريف، هو اللي غسل جثمان الممثل المحترم اللي هما بيطلقوا عليه الخلوق، خلوق السينما المصريه. يا ده الفن ده رسالة جميلة قوي ورسالة هادفة. طب هو بيكا وشاكوش وعمر كمال والديزل والدخلوية الناس دي نحط عليها؟ لا، الناس دي ليها جمهور بيسمعها. طب نعمل ايه؟ ابنك لما يكون غلطان ويكون بيعمل حاجة قلة أدب وبيطلع كلمات مش كويسة زي ما شاكوش عمل وعمر كمال، طب هما الخطأ فين هنا؟ لأن نفس المكان ده في استاد القاهرة وقف فيه فنانين عظماء قالوا بالحب اتجمعنا والدنيا هتسمعنا والليلة أجمل أعيادنا لما غنى عمرو دياب. كان القلب بيرفرف وكنا فرحانين وكنا شايفينه بيعمل حاجة عالمية في وسط استاد القاهرة.
موقفش يقول خمور وحشيش. آه خمور وحشيش، طب هي المشكلة كلها في كلمة خمور وحشيش؟ لأ، مش احنا بنحارب بقى؟ مش احنا ناس بنقول؟ وطلع الأستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقيين وقال ما ينفعش الكلام ده وانا هوقفهم. طب ما يا أستاذ هاني يا محترم يا فنان، الموضوع مش موضوع المهرجان بس، ولا موضوع الكلمات اللي بتتقال. لو انت بقى بجد وغيرك بجد والإعلام كله بقاله أسبوع بيتكلم وشغالين سوشيال ميديا على الموضوع ده، طب ما نحارب بجد بقى، ما نحارب بجد. عارف نحارب ايه؟ نحارب الإسفاف. عشان لما اخد ابني وبنتي واروح اتفرج في السينما ما اشوفش مشاهد اقول له غمي عينك، اقول لابني وبنتي غمي عينك ما تتفرجيش على المشهد ده عشان عيب. مش هي دي الدولة؟ مش هي دي الدولة اللي بتحارب الفساد؟ طب ما هو ده فساد برضه، ده اهم ده بيفسد شبابنا. لما تيجي على طفل صغير تقول له عايز تطلع زي مين؟ يقول لك عايز اطلع زي بيكا وشاكوش. ليه؟ لانه شايف معاه عربيه وشايف معاه فيلا. احنا مش بنحقد على حد، الفن ده ممكن يقنن. يا ريت يا ريت نستقبل تليفون من الاستاذ وائل نجم المستشار. وائل نجم، نشوف الموضوع ده ممكن نقننه، يمكن يكون في قوانين انا ما اعرفهاش مثلا، يمكن في حاجه نقدر نعملها نخلي الناس يبقى على الارض في حاجه بتظبط المجتمع. ما هو المجتمع مش هينضبط ولا هيتظبط وهنضيع الشباب اللي طالع ده ولا ايه؟ عمره ما هيضيع. عارف ليه؟ لاني هفاجئك بمفاجاه بعد شويه بعد مكالمه الاستاذ المستشار وائل نجم معانا. ايوه يا فندم. سياده المستشار. يا فندم حبيبي ازاي حضرتك؟ ازي حضرتك، الله يكرمك. ازيك؟ يا رب يبارك في حضرتك. الله يخليك يا فندم. النهارده بنتكلم يا سياده المستشار وبنقول ان الفن رساله هادفه، بس القوانين دايما هي اللي بتحجم الناس عن الغلط. تمام. طب النهارده الاستاذ هاني شاكر طلع وعمل بيان وقال لك النقابه بتمنع دول. طب هو احنا واقفين على دول يا استاذ وائل؟ هو المشكله كلها يا استاذ وائل في شويه المهرجانات اللي طالعه دي، ولا المشكله عندنا عموميه في الفن؟ هل في قوانين بتمنع الكلام ده؟ اولا عاوز اقول لحضرتك ان الدستور المصري بيكفل الحريات للجميع، ومفيش حاجه عندنا في القانون بتسمى قانون بيحافظ على الذوق العام، لان الدستور المصري بيكفل الحريه، الحريه مكفوله للجميع من الناحيه القانونيه. اللي مش عاوز يسمع حاجه ما يسمعهاش، لكن احنا بنقول ان احنا لما بنيجي نسن قوانين بتحارب النماذج السيئه او النماذج السلبيه في مجتمعنا، احنا محتاجين للكلام ده بقدر احتياجنا لنبقى عندنا مساحه من الوعي او زياده الوعي المجتمعي، وان احنا نرفض هذه النوعيات، لان لابد ان تعود مصر بكل حزم لتعود مره اخرى الى سابق احداث كمناره للفنون والعلوم والثقافه. طب نرفض رفض تام يا استاذ وائل؟ نرفضهم تماما؟ اه يا فندم تماما. نرفضهم ولا تماماً. ناخدهم ونأدبهم ونربيهم ونعمل كلمات كويسه ولا ايه؟ لا، ما انا عاوز اقول لحضرتك بس يعني قصه ان احنا ناخدهم ونربيهم والكلام ده كله، مفيش حاجه اسمها اغاني مهرجانات، لان اولا دي لا تعترف لا بقيمه الطرب ولا بالغناء يعني كوسيله او محدد لتشكيل الوعي الجمعي عند شرائح كبيره من الشباب والاطفال. بس ليهم مشاهدين كتير قوي. ده اللي لازم يتصدى ليه نقابه المهن الموسيقيه بحزم، انه ما يديش تصاريح باقامه الحفلات او انه ما يصرحش بالغناء لمثل هذه النوعيه الهجينه او المهجنه. طب ما هيغني في اليوتيوب يا مستشار. لا، ما انا عاوز اقول لحضرتك احنا بس عندنا مشكله ان احنا بعد 2011 حصل في تداعيات في الشارع المصري، انتشرت انواع من الاغاني الهابطه المبتذله اللي بتغازل الغرائز الانسانيه فقط من غير ما تقدم لي محتوى فني هادف. دي ازمه احنا النهارده احنا بنعيشها. عاوزين نقول ان دور الرقابه عندنا كان في قانون يا استاذ وائل اللي هو الخاص بنقابه المهن الموسيقيه في الماده اللي هي 5 اللي هي المقرره بالقانون رقم 8 سنه 2003. دي اساسا كانت بتعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 اشهر وغرامه ما بتقلش عن 2000 جنيه وما بتزيدش عن 20,000 جنيه.
او باحدى هدول، اللي بيزاول الكلام ده او اللي هو ياخد شغل حاصل على تصريح مؤقت للعمل والكلام ده كله. طبعا الحكم ده او القانون ده او الماده اللي هي المقرر دي بتاعتنا بتقول يجب على كل مسؤول النقابه انها بتتعاون مع الجهات الشرطيه في وزاره الداخليه وتنسق بينهم وبين بعض. فين بقى التنسيق وفين المراقبه؟ انا عاوز اعرف اللي بيغني ده مسجل بالنقابه ولا مش مسجل عشان يمارس مهنه الطلبه الاساسيه دي. يعني انت سعادتك عاوز تقول ان الموضوع كله مختص بالنقابه، طب والشعب فين؟ الشعب ملوش دور في الموضوع ده؟ ما احنا بنقول الشعب لازم يبقى فيه نوع من الموازنه. انا ما يبقاش يجي عندي حته ممثل فاشل عنده بكم من العربيات ويطلع لي يقول لك انا الاسطوره وانا الزفت. اسطوره ايه ونيله ايه؟ انا اجيب الاسطوره اللي واقف على الحدود اللي بيدافع عن ارضي وعرضي وعن بلادي، هو ده الاسطوره، هو ده اللي انا اسميه اسطوره. اجيب المدرس المحترم اللي هو بيحافظ على تلاميذ مدرسته وبيحافظ على قيمه ومبادئه وبيعلمهم ازاي الصح ايه والغلط ايه، مش ان انا اجيب حفلات واعملها في الاستاد. الناس دي لازم تتسائل، الناس دي بتتحاسب، لازم طب الناس. طب ما كده حضرتك احنا مشكلتنا مش في الكلمات بس، طب ما في مناظر سافره بتظهر قدام ولادنا، طب ما دي لازم تتحارب برضه، اشمعنى ما بنحاربش الكلام ده؟ يا وائل بيه لازم الحاجات دي تحاربها، بس نحاربها بايه؟ هنجيب يعني سيف ونطلع نحارب؟ الغناء الهابط ده مسؤوليه مين؟ دي مسؤوليه مشتركه ما بين المنتج والمطرب والمؤلف وبرضه النقابه بتاعته. النهارده لو لم تتوافق الاراده عند الاطراف الموجوده ديت بانه ينتج لي فن راقي، هتفضل الاغنيه الهابطه تعيش وتتطور ويبقى في اغاني هابطه كتير تسيء للمجتمع المصري كله. يعني احنا عندنا قوانين والاصوات نفسها، عندنا قوانين سعادتك في التشريعات بتقنن الموضوع ده. المفروض يا فندم احنا عندنا تشريعات كتير قوي، بس احنا مشكلتنا في مصر عندنا مشكله كبيره الا وهي كالاتي، ان انت عندك سيل من القوانين لكن ما عندكش انفاذ القوانين، تفعيل. ما هي اسمها انفاذ القوانين، ان انت تفعل الكلام ده مش موجود. في عندك مسلسلات هابطه، في عندك كلمات ومشاهد سافره وخروج سافر وصارخ عن القيم والاخلاق والتقاليد المصريه العريقه. طيب بالنسبه يعني للدعوه، الدعوه الجنائيه هنا، هل انا اروح ارفع دعوه في مجلس الدوله ضد المهرجانات ولا 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 طلب للنائب العام؟ لا احنا بنطالب البهوات اعضاء مجلس النواب المحترمين ان هم يضيفوا لنا مواد لقانون العقوبات تمنع وتتخذ جميع الاجراءات القانونيه عشان نحاكم كل من يسيئون للفن والتقاليد والاخلاق المصريه، وبنهدف للمواجهه التشريعيه الحاسمه وتشديد العقوبات ضد اصحاب اغاني المهرجانات والافلام الهابطه اللي بقت بتمثل خطر داهم على الشباب المصري اللي بيقلده. احنا شعب مصري بيقلد، طبعا بيقلدوا التقليد اعمى، يسمي نفسه انا الفنان الفلاني، انا المطرب العلاني، كل ده بعيد كل البعد عن الفن المصري الاصيل. ده على فكرة يعتبر زمان الفن ده كان يعتبر من أهم أو من أهم القوى الناعمة للدولة المصرية، إقليمي وعربي وعالمي. ده زمان كان الكلام ده، دي حاجة كانت من ضمن القوى الناعمة اللي كنا بنشتغل عليها. والله أنا بتمنى إن أنا يعني دايما أتصل بحضرتك وتثمر معايا الحلقة وتديني المعلومات الجميلة بتاعت حضرتك دي. فأنا شاكر اتصال يعني تواصلك معانا، وشاكر جدا سعادة المستشار، وربنا يجعلنا دايما في تواصل ان شاء الله رب العالمين. متشكرين يا وائل بيه. احنا خلاص خلصنا كل المشاكل، مشكلة سد النهضة مع اثيوبيا خلاص حليناها الحمد لله، وبقى عندنا فايت في الميزانية، وبقى عندنا يعني حاجات مش موجودة في العالم كله. احنا عندنا اقتصاد قوي وعندنا شباب زي الفل، بس مش فاضل غير مشكلة واحدة، مشكلة المهرجانات دي لازم تتحل يا جماعة. ازاي ازاي حمو بيكا وشاكوش يطلعوا يقولوا الكلام ده؟ ازاي يا جماعة؟ هي دي المشكلة الحقيقية اللي بنعيشها. بالله عليك ده كلام؟ بالله عليك انت شعب كده؟ الشعب المصري ده فين؟ فوق يا شعب، المصريين تفوق شوية. علموا ولادكم ان رقم نمبر واحد نمبر ون هو محمود علاء الدين السباعي. يا ريت تنزل صورته من الاستاذ المخرج معايا. مين محمود علاء الدين السباعي ده؟ اقول لحضرتك مين محمود علاء الدين ده. نمبر ون محمود علاء الدين ده الاول على العالم في القرآن الكريم وتفسيره ومعرفة مقاصده، هو ده نمبر ون. في تاني؟ في تاني، في عبد الرحمن فرج حافظ برعي الأول على العالم في القرآن وتجويده وصوت ملائكي، بيقول لك
عبد الرحمن فرج ده هيعيد من الناس اللي بيعيدوا القراءة في مصر. ما هي مصر أحسن بلد اتقرأ فيها القرآن على العالم كله. مصر بلدنا. هو ده نمبر وان. هو ده. مش بيكا ولا شاكوش. سيبهم يغنوا عادي. مش هزعل. بس يقولوا كلمات نظيفة. يقولوا كلمات محترمة. مش يبقى بنحارب لا للمخدرات ولا للإسفاف ولا للخمور. يا ريت الأستاذ المخرج يتصل لنا بالأستاذ محمود كامل المخرج الكبير. أستاذ محمود الأستاذ محمود كامل مخرج فيلم بنات ثانوي وميكانو وأفلام كتير يعني فيها نوع من وأدرينالين وبعض الأفلام اللي أنا شايف فيها فيها شيء هادف. ما هو المخرج والفنان لو ما كانش هيقدم رسالة يبقى بلاها تمثيل وبلاها رسالة. ليه أنا بقول الفن رسالة هادفة؟ لأن النهاردة بيؤثر. ممكن تشوف مشهد خليك تعيط تبكي. ليه؟ لأنك تأثرت. أثر فيك خلاك تتأثر مثلا بالقائد خالد بن الوليد، خلاك تتأثر مثلا بسيدنا عمر بن الخطاب، خلاك تتأثر بعلماء، خلاك تتأثر بقائدين كانوا بيقودوا البلدان زي عمر المختار لما كان بيحارب في بلده. هي دي الرسالة. هو ده اللي احنا عاوزين نعلمه لأولادنا. لازم يبقى فيه تأثير من خلال الفن. لكن النهاردة رب الكون ميزنا بميزة. طب ميزك بإيه؟ إيه اللي ميزك بيه؟ أهو رب الكون ميزنا بميزة وخلاص. النفوس والنفس عزيزة. آه عادي. ما هو الشباب ليه بقى مركزة معاه؟ الشباب مركزة مع حضرته. أنا مش بقول هو إنسان له ما له عليه ما عليه، يقول زي ما هو عاوز، بس إحنا لينا إيه بقى؟ إحنا لينا نفهم الكلام ده ينفع معانا؟ يبقى فيه خمور وحشيش؟ ولا يبقى فيه كلام تاني غير ده؟ لا يبقى فيه كلام تاني، كلام مهم. الأسطورة زي ما بقولك لما تشوف أطفال في إحدى القرى في صلاة الفجر. أنا عايز أشوف الصورة دي. شوفوا كده الصورة معايا. يا ريت الأستاذ محمد. آه الكلام ده مهم جدا. يعني عندنا شباب وأطفال لسه في خير. أوعى تقلق. والله العظيم ما تقلق. أنا بقول لك أهو أوعى تقلق. هنشوف مع بعض الصورة دلوقتي. هتلاقي أطفال. آه هتلاقي أطفال قاعدين بيصلوا الفجر وعاملين مسابقة في القرية دي على ايه؟ على ان الاطفال دي تصحى تصلي الفجر. ده القرى المصرية بتاعتنا دي مليانة خير. اوعى تفكر ان بيكا وشاكوش واسمه ايه ده ديزل والدخلوية هما دول. لا 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 ما تقلقش، انا مش قلقان والله ما قلقان. ربما يكون في ناس بتسمعهم، ماشي اسمعهم براحتك، بس في كلمات مش كويس، في كلمات ما ينفعش تسمعها البنات الصغيرة ولا البنات الكبيرة ولا يسمعها الأطفال. وما يبقاش قدوتك بيكا وشاكوش والأسطورة. الأسطورة المنسي هو ده الأسطورة اللي مات عشان وطنه. المنسي اللي وقف يقاتل وضحى بنفسه من أجل الوطن، هو ده الأسطورة. والله مش الأسطورة أن أنا أطلع أتصور بعربية وأسير غرائز الناس وأن أنا أطلع أتريق على الناس وأطلع مش عارف وأعمل كده وأتصور بالسيجار. عمرك ما هتكون أسطورة كده. الأسطورة محمود علاء الدين الأول على العالم في القرآن. الأسطورة هو الباز وزويل والإمام الطيب، هو ده الأسطورة. هما دول اللي احنا يعني ماشيين ببركتهم في مصر.
معانا ناس محترمه في بلدنا بتحافظ، معانا رئيس ما بينامش، بيراعي كل كبيره وصغيره، ده بينزل يشوف الكباري اتبنت ولا ما اتبنتش. هي دي شغلته، شغله الرئيس ان يشوف يتابع كوبري اتبنى ولا ما اتبناش، يشوف احياء اتطورت ولا ما اتطورتش. ده رئيس دوله، لكن هو عشان عاوز كله يشتغل كل شويه في مكان، كل شويه في حته. هي دي الاسطوره. هي شفت الصوره دي؟ الصوره دي تخليكم تطمنوا على مصر. انا بطمنكم على مصر، بقول لكم عندنا شباب واطفال بيصلوا الفجر حاضر في احدى القرى المصريه في الشرقيه والدقهليه. شفت الصوره دي؟ شفتوها معايا؟ اطمئنوا، ما تقلقوش، ولا بيك هيأثر ولا الشاكوش هيغير. وكل اللي عايز يبقى نمبر 1 هو نمبر 1 بالبق، لكن نمبر 1 لما توقف طفل من دول على الحدود هيقف يحميها. مش الاخ الارجوز يوسف الحسيني لما يطلع يقول لك انت مش عاجبك شعري ومش عاجبك عيني؟ لا يا حبيبي، انا ولا عاجبني شعرك ولا عينك، انت مش عاجبني لانك ارجوز ما بتقدمش فن هادف، انت ما وراكش غير التريقه، التريق. لكن نفعت الناس بحاجه؟ مش هتنفع الناس. تنفع الناس لما تتكلم في حاجه تنفع الناس. خير الناس انفعهم للناس. هو ده الكلام، هو ده الاسطوره. الاسطوره تبقى احسان صدقي لما كان خلوق السينما المصريه. هي دي الاسطوره. الدكتور محمد مختار جمعه في 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 في, في المسابقه بتاعه القران العالميه دي، المصريين اكتسحوا عشان واسطه، عشان المسابقه في مصر؟ لا لا، كانت مسابقه على مستوى العالم، مسابقة نزيهة، تحكيم دولي نزيه. طلعت مين؟ طلعت محمود علاء الدين السباعي، وطلعت عبد الرحمن فرج حافظ برعي، وطلعت أنيسات برضو بتقرأ القرآن على مستوى العالم تجويدا وحفظا. هم دول الأسطورة، هم دول لحقتنا نفتخر بيهم، هم دول العلماء. بس احنا لسه مشاكلنا ما خلصتش. يا ريت نتصل بالأستاذ محمود كامل، أو نتصل بالأستاذ الدكتور علي مزيد، أنت واخد بال حضرتك؟ فالموضوع يا جماعة مش واقف عند الحدود دي، مشاكلنا ما خلصتش. وخلي بالك المشاكل تبدأ من النشأ، من الأطفال الصغيرة، بس تستريح لما تشوف صورة زي دي اللي أنا لسه مورها لكم. أطفال بيصلوا الفجر حاضر. سلام، يا رب ما تحرمنا من صلاة الفجر ولا تحرم حد من صلاة الفجر. هي دي الأطفال اللي تطمئن عليها، هي دي الأطفال اللي يطلع منها علماء ويطلع منها ناس عالميين في كل المجالات. في اتصال؟ ألو ألو، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. ازاي حضرتك يا استاذ وائل؟ الله يكرمك. والله يا استاذ المستشار، انا متشكر لحضرتك ان انت بتجيب موضوع زي دوت، بس انا عايز اوصل معلومه صغيره يا فندم. اتفضل يا فندم. ربنا يخليك. من زمن الزمن، من عمري انا النهارده عمري 35 سنه، ربنا يديك صح. حضرتك جبت عن موضوع الاسطوره او مسلسل الاسطوره او فيلم الاسطوره، تمام؟ انا معاك. حاليا من زمن الزمن واحنا موجودين، الكلام دوت موجود في ال في ال في الدنيا اللي احنا فيها. بمعنى ان في شخص يعني في نفس الموقف اللي هو فيه دوت، اللي هو انت عايز تقول ان هو بيجسد حقائق واقعيه يعني. بالظبط يا فندم، مهما كان زي ما كان راجل محامي وراجل كان هيدخل وكيل نيابه، ولما لقى ان هو مش من طبقه العليا اتخذ على جنب، وبما انه جاله جواب ان هو اشتغل وهيشتغل في الـ في الـ في الـ كوكيل نيابه،
لما لقى ان هو ملوش، ده راجل مجتهد وراجل جاب مجموعة، راجل شاف الحياة وكان داخل الحياة، اتظلم ودخل سجن، دخل حياة مش بتاعته، ودخل برضو آخرته مش كويسة. عشان ايه؟ عشان مين؟ عشان غيري اللي ملوش ان هو اجتهد انت وشاف. عايز تقول، ان احنا اللي بنص على الاسطوره، بتقول يا فندم؟ احنا يعني اصل ان المجتمع هو السبب في تواجد الاسطوره. ما هو استاذي الفاضل، هو الاسطوره، معنى بس انت الاسطوره مش معايا ان الاسطوره هي المنسي؟ يا فندم الاسطوره ما معنى تبقاش الاسطوره مجدي يعقوب، الاسطوره ما تبقاش الباز وزويل. الو، فقدنا الاتصال. طيب الاستاذ تواصل معانا بيقول لك ان الاسطوره، ان ده حاجات موجوده في المجتمع. ماشي انا معاك، هو الفن بيجسد اشياء قد تكون حقيقيه، بس لازم نوصل رساله هادفه، ناثر في الناس، في المشاهد اللي عرضناها بتاعت الاستاذ حسين صدقي. الاستاذ حسين صدقي كان بيقول ايات وهو حافظها، خلي بالك بقى من الحته دي، فنان وبيأدي وبيقول آيات كريمات وحافظها وبيقراها صح. هو ده، هو ده الفن. الفن الصحيح الهادف اللي يجيب آيات صحيحة، ما يبقاش الفنان طالع مش عارف يقول الآية، مش عارف يقول الحديث، يبقى مش فنان، يبقى مش هيؤثر، الناس هتتريق عليه. هي دي الرسالة الحقيقية في الفن. الرسالة الحقيقية في الفن إن هو لما يجي يطلع يقول تاريخ يبقى التاريخ صح، يبقى التاريخ موثق. لما نقول ان المسلسل الفلاني او الفيلم الفلاني بيتكلم على مسألة تاريخية، يبقى نجيب مواثيق صحيحة، عشان ده تاريخ ما بيتغيرش. خلي بالك التاريخ ما بيتغيرش، التاريخ ثابت بنتعلم منه. الأساطير كانت زمان في التواريخ موجودة وبنتعلم منها لغايه النهارده. فانت لما تيجي تعمل مسلسل وتيجي تعمل فيلم، خلي تاريخ الفيلم صح وخلي تاريخ المسلسل صح، مش عشان تعمل شويه يعني دراما في الفيلم تبوظ التاريخ. الناس بتاخد منك لدرجه ان يعني تيجي تسال بعض الناس في اسئله ممكن يجيب المعلومه من الفيلم او المسلسل، ودي مصيبة المصايب. عشان بطلنا نمسك كتب، بطلنا. عشان كده بقول الفن رسالة هادفة، وما زلت بقول يا ريت الأستاذ المخرج يتواصل مع الأساتذة الكرام اللي أنا بقول على الدكتور علي مزيد أو الأستاذ مصطفى، الأستاذ محمود كمال. فالنهاردة إحنا ما خلصناش مشاكلنا، لسه كنت مع الأستاذ وائل نجم بقول نفهم بقى الكلام ده. الكلام ده مهم جدا، الكلام ده مهم قوي. ايه بقى الكلام؟ بقول انا مش مع او ضد. طب الشباب دول مصريين؟ اه مصريين. الشباب دول طالعين من المجتمع؟ اه طالعين من المجتمع. الشباب دول بيعبروا عن 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 فكر معين؟ اه بيعبروا عن فكر معين. في ناس بتسمعهم؟ اه في ناس بتسمعهم. ناس كتير؟ اه ناس كتير. طيب النهارده انت بتحرمهم مثلا من غنى، طب ما يمكن لو احنا ضمناهم. وقلت لك انا مش مع او ضد، عشان كده اللي هيتواصل معايا في الاتصالات انا لست مع ولست ضد، انا بسمع الاراء وبفرقكم على الحال. الو الو ايوه الو استاذ عبد السلام. السلام ورحمة الله، اتفضل. معاك الحاج عبد السلام من الإسماعيلية. مين يا فندم؟ الحاج عبد السلام خليفة من الإسماعيلية. أهلا وسهلا. اتفضل يا أستاذ عبد السلام. والله كلام اللي حضرتك بتقوله كلام جميل وكلام حلو. بس المسؤول عن الفن الهابط نقول 50% الإعلام، لأنه بروج للحاجات دي جامد.
احنا نيجي مثلا نتذكر الافلام القديمه بتاعت اسماعيل ياسين والقصري وام كلثوم، والافلام لغايه دلوقتي بنسمعها باشتياق. الاغاني عبد الوهاب عبد المنطلق. انت فاتح التلفزيون معاك فصوتك بيرن معانا. طيب طب نطلع فاصل، نطلع فاصل، اتفضلوا نطلع فاصل. نحن مجموعة شركات أبو العلا للصناعات الهندسية والتوريدات العمومية والتوكيلات التجارية والاستيراد. شركة أبو العلا من الشركات الرائدة في مجال التوريدات العمومية لماكينات اللحام والمعدات الصناعية بجميع أنواعها، الجديد منها ووارد الخارج. وقد اكتسبت الشركة خبرة فائقة في مجال التصنيع الهندسي لمصانع الأدوية والأغذية ومستحضرات التجميل والبترول، فهي تعمل بكد وحرفية حتى تصل إلى أهدافها، متماشية في ذلك مع التطور والتقدم العصري في التكنولوجيا، ومعتمدة على المعايير والمقاييس الدولية في توفير الوقت والجهد لعمل المواصفات، وتفوقت على كل منافسيها في مجال التوريدات العمومية والصناعات الهندسية، وأصبحت من الشركات الرائدة في مجالها، مما أهلها للعمل مع كبرى الشركات المصرية والقطاعات الحكومية. المركز الرئيسي للشركة والمصنع والإدارة في مدينة العاشر من رمضان مول الحجاز، كما يوجد العديد من الفروع والمعارض منها اليوب، سوق الفتاح العليم، الدائري، مؤسسة الزكاة وغيرها في أكتوبر، وبرج العرب وبالبيس. لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام الظاهرة على الشاشة، أو زوروا موقعنا على الإنترنت www.abolailagroup.com. رجعت لحضراتكم تاني ومعايا الأستاذ المخرج محمود كامل، مخرج فيلم بنات ثانوي. يا أستاذ محمود ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، تشرفنا بحضرتك معانا في البرنامج. ربنا يخليك، تشرف ليا. رأي حضرتك ايه؟ انت مع او ضد ان الفن رسالة هادفة؟ لا يعني انا مع طبعا انه المفروض انه احنا طبعا هنا بنسيب كل الاراء، تقول اللي انت عايزه، احنا ما عندناش مشكله، مش احنا مش ضدك ولا معاك، احنا بنسمع راي حضرتك. بس هو يعني هي حاجه برضه قناعه شخصيه ليا، يعني انه لا، الفن رساله طبعا، رساله ساميه جدا، وهو بي 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 بيأثر في حياه الناس وبيغير فيها وبيحسن فيها، فده جزء مهم جدا. عارف ان في ناس بتتكلم في فكرة انه ممكن يكون الهدف من الفن هو مجرد التسلية او والابتذال والكلام والاسفاف. لا، الاسفاف والابتذال ده يعني ده بالنسبة لي مرفوض تماما، يعني مش حجة خالص، حتى لو ما فيش رسالة واضحة، بس ده مش معناه ان يبقى فيه ابتذال وفي رخص بأي شكل من الاشكال، لكن ما فيش مشكلة إنه يبقى فيه قدر من التسلية وإنه يبقى فيه محاولة لإسعاد الناس. يعني مثلا في أفلام مثلا بتبقى كوميدية، أو أفلام مثلا بيبقى ما فيهاش رسالة واضحة، لكن بتبقى مقصود بيها إن الناس تبقى مبسوطة، تضحك، تنبسط بشكل محترم. مش لازم يكون المسألة يا إما يبقى حاجة يعني ناس، يعني قصدي يبقى في رسالة واضحة وحاجة مفيدة، وعكسها يبقى إنه يبقى الفيلم فيه ابتذال وإسفاف. لا، هو مش ده المطلوب خالص. طب انت مع ولا ضد المهرجانات؟ والله يعني
أغاني المهرجانات أصلها مرتبط، أو يعني أعتقد إنها شبه أغاني أو شبه موسيقى الريجاتون اللي في أمريكا اللاتينية. أغاني الريجاتون دي أغاني موسيقى مرتبطة بالشارع وبثقافة الشباب، ما احنا لو قلنا ان هي ثقافة الشارع يا استاذ محمود يبقى زي الشوارع راب عندنا مثلا بتطلع في الالفاظ دي، أمريكا. ينفع؟ ما هو برضو إحنا كنا أنا برضو أنا عندي مشكلة، يعني أنا طبعا ضد الابتذال طبعا وكل، بس أنا عندي مشكلة برضو مع فكرة الرقابة والمنع. يعني قصدي أنا بقول إنه لازم يبقى كل الأنواع موجودة، سواء في يعني كل أنواع الفنية، سواء في الغنى الأنواع في الفنية بس المزيكا. تبقى أنواع هادفة. يعني برضو ما نقدرش نفرض إن كل حاجة تبقى هادفة، لكن نقدر إنه يبقى في حد أدنى من ال يعني من الاحترام، ما يبقاش فيه حاجة معينة فيها خلل أو ممكن تخدش في الحياة أو فيها يعني معاني حضرتك معينة. كده، حضرتك كده انت مع ان انا احافظ على بنت الجيران ولا اقعد اتغزل فيها؟ ما هي بنت الجيران دي اختك على فكرة، واختي بنت ايوه الجيران ايوه دي فاهم قصدك. بنت خالتك وبنت خالتي. هو المشكلة كمان أصله إن مع السوشيال ميديا وكده بقى في محاولة دايما في كل حاجة، ومش مرتبطة بس بالمهرجانات، يعني مرتبطة هي in general في بعد عام، في كل الناس بتحاول تجري على الفرقعة وبتجري على الحاجة اللي هي ممكن الشو تعمل. الشو أيوة يعني بالظبط، تعمل الهيت والترند والتفاصيل دي كلها. فده بقى بيخلق حالة إنك أنت بتدور على كل ما هو غريب عشان توصل للنتيجة دي. يعني كمان فكرة إنه دلوقتي أي حد يعمل فيديو على مثلا على السوشيال ميديا، يعني أي حد يقدر، حتى في أطفال بيعملوا فيديوهات، في حاجات ممكن تبقى فيها قدر كبير برضه من التفاهة، فيها من الابتذال برضه والإسفاف اللي ملوش معنى، وتلاقي لها صدى وتلاقي معجبين وتلاقي لايكس وتلاقي حاجات. فطبعا المقاييس بتتغير. طب انت وده حضرتك شفت معانا لو متابع الحلقه من اولها، انا جبت مشاهد الاستاذ حسين صدقي كان بيقول رسائل جميله قوي 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 في التمثيل بتاعه، ليه احنا ما بنعملش كده دلوقتي؟ لا بص حضرتك، هو يعني مش دور الفن خالص انه يبقى بيقدم حلول واضحه او يقدم رسائل مباشره واضحه، لانه ليه؟ ده مؤثر يا استاذ محمود، ده ده مؤثر. مش ايوه ما هو الفن اللي بجد لازم يبقى بيتكلم وعنده رسائل غير مباشره، يعني ما تبقاش مباشره، يعني ما يبقى منفع. يعني فكره انه يبقى الفن فيه يعني رسالة واضحة، أو إن أنا أكون بعمل لك فيلم أو مسلسل عشان أقول لك في الآخر مثل معين، أو أقول لك إن في معنى معين عايز أوصله لك بشكل مباشر. الفن ضد المباشر، لازم الحاجة تبقى غير مباشرة عشان تأثر اصلا على انا في فكرة. البرنامج هنا عجبني قوي موضوع الاختلاف على المهرجانات، فبقول طب هي مشكلتنا مش في المهرجانات بس، طب ما نشوف بقى في مشاهد سافره وفي مشاهد مش حلوه، ما ينفعش اخش انا بين ابني وبنتي اتفرج على المشاهد دي، صح ولا انا غلطان في كلامي؟ ايوه بس مظبوط. بس برضه خد بالك حضرتك ان مثلا التصنيف العمري، ما هو مقصود بيه مثلا بالنسبه للسينما، مقصود بيه انه يبقى بيحافظ على حضرتك بتقوله ده اولا. ثانيا برضه فكره، في جزء مهم جدا مرتبط بفكره انه ان الجمهور بيختار، يعني قصدي انك تفرض عليه وصايه ما انه ده ما يبقاش موجود، او ده النوع ده يبقى موجود. هو المفروض كل الانواع تكون موجوده، بس في نفس الوقت تكون في حد ادنى، بقول لحضرتك ما هو كل من الانواع تبقى الابتذال موجوده، والاحترام. يعني كده هنروح نعمل بقى نقيد فيلم الالماني والمش عارف والزلباني والحاجات اللي كانت طالعه علينا طفحت لا ما علينا هو مش مخدرات لازم تبقى وسلاح، الحاجات تبقى، ينفع؟ طب لا انت كده ما هو مش كلام لازم ابيض حضرتك كده اسود. بيؤيد، لا مش انا مش يعني ابيض يا اسود، لا انا عايز يبقى في نوع من انواع الشباب مثلا بتتاثر بالافلام بتتاثر بالمسلسلات لان هي بطلت ده تقرا، حقيقي، الناس بطلت ده تقرا حقيقي بقى كله فعلا. قاعد على السوشيال ميديا بيتاثر، مظبوط. ليه ما اعملش مشهد الولد لا وهو بس ده بيحصل، يعني انا بقدم على كل شغلي، على كل تشوفه تلاقيه دايما ليه اهداف، عشان ويعني كده انا ليه فضلت رسائل واضحة اكلم حضرتك. ومحترمة. في ناس تانية عندها بتعمل حاجات محترمة، لا يعني برضو مش عايزين نبقى، لانه في ناس برضو زي شايفة انه لا الفن رسالة، والفن لازم بيتناقش في مواضيع وبيتكلم في حاجات
لازم يبقى حقيقية، ولازم الفن الحقيقي بيعيش أصلا، ما طب يبقاش انا مجرد عشان ما يعني ترند. تشرفت بحضرتك معايا في برنامج، سؤال وفي إجابة بعد إذنك. يعني اتفضل. احنا مع تقنين الشباب ده ناخده ونقننه ونظبط الدنيا كده ونخليه يتكلم كلام كويس ونسيب الفن ده شغال، ولا نمنعهم خالص؟ والله هو سؤال مهم، بس اعتقد ان احنا فعلا محتاجين نعمل حاجة. اعتقد الحل الاولاني افضل، انك تحاول تقنن المسألة وتعملها بشكل فيه يعني فيها ليه معنى وليه هدف وليه شكل معين. اعتقد ده افضل بصراحة. اليات تنفيذه بقى طبعا حضرتك، ده موضوع ليه تفاصيل كتيرة، وبيحتاج طبعا وعي، ومحتاج طريقة، ومحتاج أفكار، وده موجود. يعني هي الفكرة كمان إنه يمكن عشان الغنى بيوصل للناس بشكل يمكن أسرع من الأفلام أو من المسلسلات، وبشكل يمكن عشان كمان برضه مع السوشيال ميديا بقى الموضوع أسهل، فبقى برضه تأثيره خطير أو يعني قريب. ففعلا برضه ده من الحاجات اللي لازم نبقى واعيين لها يعني. وكمان لأنه وسائل التواصل كمان بقت هي أكبر حاجة الشباب والمراهقين بياخدوا منها ثقافتهم وبياخدوا منها معلوماتهم، فبقى كمان بتأثر فيهم بشكل خطير، وده انا برضو أحد اللي اتشرفت ربنا وسعدت يخليك. ربنا يخليك، باتصال شكرا. حضرتك والتواصل مع حضرتك، ويا رب تقدم لنا فن هادف ومن يسلمك يا نجاح رب، وأنا لنجاح جدا يا إن استاذ أنا قلت محمود، هذه الرسالة. شكرا وربنا ليك. يوفق حضرتك. وعندنا نماذج مشرفة يا جماعة، اي نماذج بتطلع فن هادف، في رسالة، عندنا مخرجين كويسين، عندنا ممثلين كويسين بيعبروا التعبير عن الأشياء الهادفة بيؤثر. لما تيجي تتكلم على نمبر ون، اعرف نمبر ون لسه قايل لك عليه. قبل ما أختم عايز أقول رسالة كده للجماعة بتوع الفيسبوك، عشان أنا يعني بحب أبقى إيه دايما في فوضى. إيه الفوضى؟ من ضمن الفوضى إن إحنا تلاقي واحد كاتب لي مثلا إيه، هو ميكانيكي مثلا أو دكتور أو سباك أو حلاق أو أيا كانت مهنته، كاتب على الفيسبوك مثلا اسمه بالانجليزي. طب ليه ما تكتبوش بالعربي؟ مش بتحب اللغه العربيه؟ مش محترم اللغه العربيه؟ ده انت اكرم لك تكتب اسمك على الفيس او على التويتر او على الانستجرام او ايا كان، اكتبه بالعربي. انا بقول لك اكتبه بالعربي، عارف ليه؟ لان العربيه هي لغه اهل الجنه. اتمسكوا بالعربيه بتاعتكم، اتمسكوا بالتراث، تراثكم عربي، اصلكم عربي. لو ما تمسكناش بالتراث بتاعنا وانفلتنا والفكر بتاعنا اختلف، باظت الدنيا. عشان كده بقول لابهاتنا وامهاتنا في البيوت ولاخواتنا، حاولوا تعلموا اولادكم اللغه العربيه. تفاجأ النهارده طفل او طفله او شاب او شابه تقول له اكتب اسمك، تلاقيه بيكتبوا لك بالانجلش. فرحان انت كتبت الانجليزي يا ابني؟ ما هو ماشي، انت عاوز تعرفني ان انت يعني بتعرف لغه؟ كلام جميل، بس انا بقول لك اكتبه بالعربي، اتعلم العربي. ده في بقى الجديد بقى، مش عربي ولا انجليزي، تلاقيه كاتب لك سبعات في تمانيات ولغه غريبه كده اسمها مش عارف مش عارف فرانكوفونيه ولا مش عارف الفرانكو، يقول لك الفرانكو. هنضيع اللغه. الاطفال اللي طالعه دي لازم تعرف القران، الأطفال اللي طالعة دي لازم تعرف أحاديث رسول الله، الأطفال اللي طالعة دي لازم تحافظ على التراث، هو ده اللي هيبني البلد. لكن رب الكون ميزنا بميزة إن إحنا عرب، إن إحنا عندنا لغة نتحدث بيها يوم القيامة في الجنة. والله لغة أهل الجنة العربية. حافظوا على اللغة، حافظوا على لغتكم، واخد بال حضرتك؟ اتعلم تكتب عربي، اتعلم تقرا عربي، اتعلم، علم ولادك اللغه. قاوم، لو ما حافظتش على التراث هتيجي تفتح المصحف تلاقي المذيع الفلاني مش عارف يقرا الايه، مش مصيبه كبيره. مذيع وفنان
ومهندس ودكتور. ده تفاجأ بقى، خد المفاجأة الأكبر واللي تضايقك قوي، يقولك الدكتور فلان وتيجي تبص تلاقيه مش عارف يقرأ آية. تعبتني، مش عارف يقرأ حديث، دي مصيبة. انت خدت دكتوراه ازاي؟ انت فاشل طالما بتعرفش يقرأ الكلام باللغة العربية. انا بدعو هاشتاج اللغة العربية هي اللغة الرسمية الاولى. خليكم معايا، عايزين نرجع البلد، والله العظيم هترجع وهتبقى زي الفل، بس خلي عندكم امل. ضد الفوضى؟ مش مع ولا ضد، احنا كده، احنا طريق مستقيم، طريق هدفه ربنا وسيدنا رسول الله والحفاظ على الوطن وترابه ورفض كل ما هو سافر، ورفض كل ما هو غير منتج، ورفض كل ما هو يضر الناس. اوعى تأذي حد. تحياتي للمصريين اخواتنا وحبايبنا ورجالتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.